السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف بقيتوا على خير؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. رمضان مبارك سعيد، دخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وبكاع داكشي اللي كتمناو. اليوم غادي نقدم لكم الحريره، حريره بالخضر. غادي نحتاجو هنا شي 8 ديال المطيشات كيف ما كتشوفوا، حيدنا لهم شو سميتو القلب ديالهم. غادي نحتاجو هنايا خضيره، طريف ديال القرعه الحمراء قطعناها على هذا الشكل، القرعه الخضراء نص قرعه خضراء، جوج بطاطات، شويه ديال الريكو وخيزو. غادي نقبطو هاد الخضره، غادي نديروها في الكوكوط، وغادي نزيدو عليها شي 3 ديال الكيسان ديال العنبه، ونردوها ديال نردوها تسلق. بالنسبه للخضره راه اختياريه، كل واحد وشنو كيبغي. الا كنتو غديروا حريره بزايد راه غتحتاجوا خضره بزايد، كنتو كديروها شويه غتحتاجوها شويه، حتى مطيشه راه اختياريه. دابا غادي نردوهم يتسلقوا. ودابا من بعد ما درنا الخضره ديالنا تسلق في الكوكوط، غادي نوريكم التوابل اللي غادي او العطور ديال الحريره. اليوم غادي نطيبوها في الحوار، كل واحد واش كيقولوا على حسب المنطقه ديالهم. غادي نحتاجو تقطعات ديال اللحم، ثلاثة صغيره ديال الحمص، الكرافس، بسلام شلضة، معدنوس، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال الابزار، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. درنا الحمص، نضيفو ليه قطعة ديال اللحم، كرافس، سهلة. معدنوس، هما العناصر ديالنا. غنضيفو ليهم الماء، هانتوما القدر ديال الماء اللي غادي نضيفوه. ها هو القدر ديال الماء اللي درنا لها. بالنسبه للسمن اختياري والزيت، كاين اللي كيبغي السمن راه كيدير دابا السمن او تالتالي، وكاين اللي ما كيبغيش. بالنسبه لينا حنايا في الدار ما كناكلوش السمن، غادي نكتفيو غير بالزيت. جوج معالق كبار حتى لثلاثه ديال العسل، ديال الزيت. وغادي نردوها طيب ونرجع لكم ان شاء الله يا ربي. ودابا بعد ما شعلنا عليها النار ورويناها مزيان، غادي نخليوها طيب، نغطيو عليها. دابا كيف ما كتشوفوا الخضيره ديالنا راه طابت، طحناها وصفيناها، رجعت لنا على هذا الشكل.
وهنايا راه طابتنا التحريره ديالنا الحوار على هذا الشكل. دابا غادي نضيفوا لها هذه الخضيره ونخليوهم وعاد نرجع لكم باش ندوروها. ودابا فاش طفنا الخضره ها هي على هذا الشكل غنخليوها تغلى مزيان، غنقش عليا ونرجع لكم باش نكمل لكم لا فيديو. ودابا بعد ما غلات لنا الحريره ديالنا مزيان كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ندوروها. غادي نحتاجوا 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا، شويه ديال الماء، حنا غادي ندوروها بمايزينا بنشا ديال الذره، ما غاديش ندوروها بالطحين. ودابا من بعد ما زدنا المايزينا، البنات علاش اختاريت مايزينا؟ حيتاش خفيفه ما كتجيش ثقيله الحريره. ودابا غادي نضيفو عندنا القزبر، غادي نضيفو القزبر ومن بعد غادي نضيفو الشعريه. اللي بغى يدير مطيشه ديال الحكي يديرها، اللي ما بغاش يديرها اختياريه، حنا ما كنديروهاش. نخليوها تغلى مزيان. دابا زدنا شويه الكرافس من الفوق، غادي نضيفو الشعريه. غادي نحركوها مزيان باش ما تلصقناش الشعريه، وغادي نخليوها طيب. دابا راه كلشي عندنا طايب، خصنا غير الشعريه على ما طيب ونطفيو عليها، ومن بعد ذلك نوريكم الشكل النهائي ولا التقديم ديالها. غنبقاو نحركوها باش الشعريه ما تلصقش وباش ما تعجنش. الحريره ديالنا ها هي بدات كيف ما كتشوفوا، راه كتجي خفيفه والمذاق كيجي مزيون حيتاش طيبه غير الخضره، كتجي خفيفة حيتاش دورناها بمايزينا. كنصحكم بأنكم تجربوها وما تنساوش اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش دائما يبقى يوصلكم الجديد، وعواشركم مبروكه.